الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمتبع حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فشروط الدعوة خمسة. أولا الإخلاص، يعني هذا إذا يريد يدعو لله لابد أن يبتغي بهذه الدعوة رضا الله سبحانه وتعالى، لا يريد مدح الناس ولا غير هذا. الثاني لابد يدعو إلى الله بعلم لا يدعو بجهل. الثالث لابد من الحكمة، الحكمة هي السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من معرفة حال المدعوين، يعني الآن يأتي إلى رواندا لابد يعرف ما هو حال أهل رواندا، كم عدد المسلمين، ما هي الأشياء التي يعني يقع الناس فيها، التحذير من التعصب مثلا، القومية العصبية في رواندا مثلا. لابد أيضا من الشرط الخامس في الدعوة وهو الصبر. لأن المسلم لابد يصبر، والداعية لابد يلحق شيء من الأذى. لحق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأذى؟ نعم، صبر؟ نعم، إذا لابد نحن نصبر. إذن هذه شروط الدعوة خمسة: الإخلاص، العلم الشرعي، الحكمة، معرفة حال المدعوين، الصبر.